هاي جيت ريدي وذ مي، طالعه اتغدى مع جودي. اوكي اول حاجه هستخدمها هستخدم الكنسيلر ده من فيت مي درجته 20، هحطه كبيز للاي شادو. اوكي دمجت الكنسيلر وثبته بباودر، وهستخدم باليت الاي شادو دي من تارت، وهاخد اللونين اللي مع بعض دول ده وده، هاخدهم مع بعض على بلندنج براش كبيره واحطهم على العين كلها. والفرش اللي هستخدمها النهارده موجود اللينك بتاعها فوق وصف الفيديو. دي ست براشز تقريبا 25 فرشه مع بعض وسعرهم فظيع، وانا من ساعه ما وصلوني على فكره والله ما بستخدمش غيرهم بصراحه، تحفه جدا، فروحوا اطلبوهم ما تنسوش. اوكي دمجت اللونين في عيني، ودلوقتي هجيب انجل براش صغيره، دي رقمها 17 من نفس الست اللي موجود اللينك بتاعه هنا فوق وصف الفيديو، وهاخد اللون البني ده واحطه على خط اللاش لاين. اوكي خلصت العين بشكل مبدئي كده، دلوقتي هتجه للفيس، فهستخدم البرايت اند لايت من ريفولوشن. وكل البرودكت اللي استخدمتها النهارده هي ماي بيست بصراحه، ودايما لما بخرج ايدي على طول بتروح عليهم، وموجودين على نون. هسيب لكم كود الخصم هنا لو عايزين تروحوا تشتروا اي حاجه. اوكي حطيته على وشي كله، وهستخدم البراش دي من نفس الست، ودي اسمها ستيبلينج براش عشان اوزع بيها الفاونديشن. اوكي وزعت الفاونديشن، دلوقتي هنتجه للكنسيلر. الكنسيلر اللي هستخدمه النهارده هو من الف، ودرجته لايت بيج، هو من مفضلاتي برضو. انا طبعا ميبلين فيت مي ده التوب عندي، بس حبيت النهارده اغير واحطه بتاع الف، فهنحطه في الاماكن بقى اللي انا عايزها ايه انورها. اوكي طبعا احنا متعودين ان احنا بنحط الكنسيلر شويه وبنسيبه ينشف شويه علشان يدينا كفرج اعلى، وانا بقى مستنيه الكنسيلر ينشف هحط الكونتور بتاعي من الف، وده درجته لايت ميديوم. اوكي هحطه هنا كده. اوكي علشان ندمج بقى الكونتور هناخد البراش دي برده من نفس الست اسمها فيس فلات براش، وندمج الكونتور الاول وبعدين ندمج الكنسيلر. اوكي دمجت الكونتور، ودلوقتي هنيجي نستخدم البيوتي بلندر علشان نثبت بيها بقى الكنسيلر اللي على وشنا ده كله. اوكي دمجت الكنسيلر وثبته بباودر، والباودر اللي استخدمتها هي لوس باودر من ويت ان وايلد درجتها ترانسلوسنت. دلوقتي هستخدم البرونزر هستخدم البرونزر ده من سليك، والبراش دي اللي بتيجي في الست، ودي على فكره ما بتطلعش من شنطه الميك اب بقى بتاعي، يعني دي رقمها او اسمها انجلد كونتورنج براش، مش هتكلم كتير. بصوا انتوا هتشوفوا هي بتعمل ايه، يعني بصوا بتحدد الوش في مكانه بالظبط، شايفين ولا بتنزل تحت ولا بتطلع فوق، فالبراش دي بيرفكت بيرفكت للكونتور. اوكي حطيت الكونتور، دلوقتي البلاش ده من ذا بالم اسمه داون بوي. بصوا يا بنات لونه يعني اقرب حاجه لبلاش ديور، والبيجمنت بقى هنا ايه يعني فظيع. اوكي كده الفيس خلص تقريبا، دلوقتي هاجي بقى لتحت العين، هناخد الفلات براش الصغيره دي، وهناخد لون من الباليت اللي استخدمناها نفسها اللي هو اللون ده اللي هو اسمه ريبل، وهنحطه تحت العين. اوكي ورسمت الانر كورنر، دلوقتي هنيجي للمسكرة، هستخدم الاتنين دول من ميبيلين. دي بالنسبة لي انا احسن مسكرة عندي، لان انا بحب المسكرة اللي بتطول الرموش وبتفرقهم عن بعض، ما بحبش اللي بتبقى كلامب يعني، فبالنسبة لي الاتنين دول مع بعض فظاع جدا. اوكي انا حددت شفايفي وانا كنت فاكره ان انا بصور، بس انا استخدمت الليب لاينر ده من ريمل درجته 705 وحددت فيه شفايفي كلها، والليبستيك من كيكو درجته 121.